أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يهدي بأمره من يشاء إلى صراط مستقيم. ونصلي ونسلم ونبارك على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله كلما صلى عليك المصلون وغفل عن الصلاة عليك الغافلون. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى هننتقل إلى حكاية ببساطة كده الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفة الأول سيدنا أبو بكر، الخليفة الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاهم جميعا، والخليفة الثالث سيدنا عثمان ابن عفان. سيدنا عثمان ابن عفان خذوا بالكم بقى ده ليه يعني حاجات ومحتاجات في بيت النبوة، لمواقف جميلة مشرفة في بيت النبوة. احنا قلنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق فرق الله به بين الحق وإيه والباطل، وهو أول أمير للمؤمنين. طب سيدنا عثمان بقى نمرة ثلاثة. سيدنا عثمان برضو بيلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، يعني كلهم من ولد سيدنا إسماعيل. طيب دي واحدة. نمرة اتنين، سيدنا عثمان بن عفان من أوائل المسلمين اللي أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متجوز بنت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يعني جوز بنته وآمن بيه، وإيه كمان؟ وكان سيدنا عثمان تاجر من التجار الذين لا يعفو عليهم غبار، يعني زي ما احنا بنقولها بالبلد كده ايه، تاجر شاطر قوي ما عندوش يعني وقعة ولا خسارة ولا. بس مين اللي يوفقه؟ الله. ومين اللي يهديه برضو؟ الله. خدوا بالكو، اوعى حد فينا يقول انا عملت وانا ولولا انا ولو الكلمه دي. يعني اقول لكم على حاجه مهمه، ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتوحدوا الله، قولوا لا اله الا الله. ابليس لعنه الله عليه لما ربنا خلق سيدنا ادم واسجد له الملائكه، ابليس ما رضيش يسجد. لما ربنا سبحانه وتعالى بيساله السؤال التوبيخي، اسمه السؤال توبيخي لأن الله يعلم، بيقول له أنت ما سجدتش ليه؟ لما لم تسجد لما أمرتك؟ أنا قلت لك اسجد ما سجدتش ليه؟ طيب إحنا بقى لما بيحصل معانا حاجة يا جماعة بنقول إيه؟ ده الشيطان، دي لحظة شيطان، دي وسوسة شيطان، دي طب ماشي. طب إبليس بقى لما عصى كان مين شيطانه؟ ها؟ ما كانش فيش طاقة، هو نفسه هو، ما فين الشيطان؟ فبص قال له ايه؟ انا
أعوذ بالله، أعوذ بالله من أنا، أعوذ بالله. قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، ما أشاء. ده مين؟ ده رب العزة سبحانه وتعالى. أخلقك من نار، أخلقك من طين، أخلقك من مية، أخلقك من الهوى، أخلقك زي الملائكة من نور. الله يفعل ما يشاء، لا معقب لأمره. لكن ده لا، خديته العظمة وخديته اللي هم في علم النفس دلوقتي بيقولوا عليها الايه، العقدة النرجسية، الأنا العليا، الأنا، أنا خير من. فقال له اخرج منها، ما لك أن تتكبر فيها. يبقى الكبرياء هو أس المصائب في كل حاجة. من تواضع لله رفعه، ومن سجد لله جعله سيدا. مش لازم على الناس، عزيز النفس. يبقى عزيز النفس كفاية. فشوف كلمة ايه، انا. فاوعى حد فينا يقول انا الا لضرورة. من فعل ذلك انا طبيعية، لكن ما اقولش انا اكرم من فلان. انا ما يعرفش انا مين. انت مين؟ انت اولك نطفة قذرة واخرك جيفة نتنة. انت مين بقى؟ انت بين دول مين؟ انت جئت في لفة صغير لا تقوى على شيء، وتذهب الى قبرك في لفة ايضا ولا تقوى على شيء. عايز اللي يلفك ويغسلك ويصلي عليك ويدفنك، والا هتنتن في الشارع. بين اللفتين انت عملت ايه؟ بين النطفة والجيفة، بين اللفة واللفة، انت عملت ايه في الدنيا دي؟ فانا اوعى حد ياخدها بالعظمة ويقول انا. نستكمل اخذنا الكلام، ولكن في لقاء اخر ان شاء الله. ونرجو من الله أن يجعلنا من عباده الذين يمشون على الأرض هونا، وندعوه عله سبحانه يرضى عنا ويستجب منا. اللهم في ليلتنا هذه انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واجعلنا يا ربنا أغنياء بحلالك عن حرامك، واجعلنا يا ربنا في عزة بفضلك عمن سواك. وأعوذ بك يا ربنا من غرور أنا وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فاللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واكتب برحمتك شفائي، واصرف عنا جميعا الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وأسألك ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فأمتنا غير مفتونين، وابعثنا على صراط مستقيم يا رحمن يا رحيم.